مرحبا بكم جميعا في هذا الحفل بمناسبة افتتاح مسجد التوحيد بنالود، وكذلك تكريم الفائزين في المسابقة القرآنية 11. فتح أبواب الخيرات لعباده ونوع لهم الطاعات، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. جعل الله جل وعلا المساجد أحب الأماكن إليه، والفوز برضا الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: كبائر الذنوب لا تمحوها إلا التوبة، والعشر الأواخر وليلة القدر هي فرصة التوبة النصوح. إلى السيد يوسف محمد يوسف التوحيد بنالود. هذا شكر وتقدير مقدم من مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية عرفانا. اليوم 26 رمضان لسنة 1445 الموافق ل 7 أبريل 2024، نظم مكتب أوقاف نالوت احتفالية احتفاء بذكرى ليلة القدر، وكذلك تم افتتاح مسجد التوحيد، وكذلك نظم احتفالية في هذه الاحتفالية تم تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة الرمضانية 11 التي منظمها قسم الشؤون القرآنية بمكتب أوقاف نالوت. نشكر كل الداعمين لهذه المسابقة، وكذلك لا ننسى أن نشكر أهالي الحي واللجنة المشرفة على بناء هذا المسجد، وكذلك نشكر كل الحاضرين، ونشكر كذلك نشكر قناة المسار في تغطية هذا الحدث. هنيئا لكم أعلى درجات الجنة على التوالي داخل مدينة نالوت. أيضا الطالب معتصم محمد القدوس 250 دينار، وقسيمة شراء مقدمة من محل ريكسوس للمواد الغذائية وشركة فيطا للحوالات المالية بمدينة نالوت بقيمة ممتاز. الترتيب الأول تحصل على نسبة 95 فاصلة. الجوائز شهادة شكر وتقدير مقدمة. وقسيمة شراء مقدمة من محل ريكسوس لعبد الوهاب محمد المقدم من مسجد سيدي خليفة الربع الأخير، تحصل على ممتاز الترتيب. اللجنة الإعلامية وكل الإعلاميين الذين قاموا بتغطية هذا الحدث.